نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. سايس خو الاحمد الرياضي. هذا البرنامج حلال لاحمد الرياضي بمساهمه حتى الشيء. اي نعم حتى شيء. حتى شيء لمزي العربي. أعزائي المستمعين، سيدي خويا كرة القدم والعمود الفقري والأشيات وناجبك سيدي خويا، وين الماني من المنبر هذا ما نجم نقولكم كان شنية زيدة شنية يا مخ يا لطيف، هاي البس لي عادك البافات عادية، هاي راك تعرفني أنا خواف ونرعش وما نحبش الأمور هذيا، هاي وتعمل مزية ابعد عليا مترو. ابعد عليك مترو، باش نبعدك جملة من البرنامج بايش شرقت بابا سيدي خويا، شبيك تروعش أنت قايم على الصباح، فهمت؟ باهي يا حميدة باهي، ما تردنيش هاني معاك، يلا حلقة اليوم على شو باش نحكيو؟ مش نحكيو سيدي خويا على السوبر متاع البارح، مقابلة النهائي اللي جمعت الترجي بالنادي الصفاقسي، فهمت؟ ملا مقابلة يا حميدة باهية، أما بيناتنا كأنه البارح الحكم شوية هكايا فما أمور ما شافهاش. يكاو سيدي خويا بالبافيت، شبيك راي تحرق العينين البافيت يولي فما حاجات ما يشوفهمش، فهمت؟ أما قروسو مودو باهي الحكم. لا هو قروسو مودو تبارك الله عليه، مبروك سيدي خويا الترجي وهارد لك لنادي الصفاقسي. أما ملا حارس تبارك الله عليه، الحارس على نادي الصفاقسي طيارة. شنو الطيارة سيدي خويا؟ من المفروض ذاك هو حارس المنتخب، فهمت سيدي خويا؟ تبارك الله عليه، عجبني ياسر الولد ذاك. تبارك الله عليه، يلا دخل نحكيو على الترجي توا، كما قلنا، هاو الجماعة كل جمعة تيتر. شنو هي اللي كل جمعة تيتر؟ باهيش سيدي خويا، تبارك الله، الجمعة اللي ما فيهاش فيها زوز كيساء. هذي ما فهمتش كيس بالحد زوش يتسمى، تبع الجمعة الداخلة ولا تبع الجمعة للتالي، فهمت؟ يا ودي شي كبير يا حميدة، أنا مسخفني كان كوزير الرياضة مسكين جديد، نهار نهارين معيتين له يا وزير، هاي ايجا بارا بسلم كيس للترجي، يا وزير هاي بارا فما هكا مش تسلم كيس بعد يسلم للترجي، شبيك راجل هبل ولا معاش فهم شي؟ ايه قال لك الصباح كيس هلهم مثلا انك المستشارين متاعو يقول لهم اليوم مش عنا في البرنامج، مثلا يقولوا له عنا زيارة فجأية، يقول لهم اكا هو، يقولوا له بطبيعة بعد ما عنا تيتر للترجي. الرجل ستينس بابا سيدي خويا، شبيك ولات حاجة روتينية، فهمت؟ نزيدك زيادة، أنا فما شكون يحكي لي من نادي آخر ماشي في باله اللي وزير متاع الرياضة يخسيبه مسؤول في الترجي، فما شكون يخسيبه معد بدني، شبيك كل تيتر راجل مصور معهم. ما شو يا حميدة يتوليك ربي سيدي خويا، منين طلعت بيها الطلعة هذه، فهمت؟ ياي ما شوى ما لي فما نقولو، شبيك الكيسان الكل مصيعني بيه الزوم بايش، وبعد يقولك لا عملوا قانون جديد نحاو منه الكيسان في القهاوي ودوروا قبليات خاطر الكورونا. لا مش صحيح، خاطر ما عاش فما كيسان كملوهم، قالك مابتين في الصفحة الرسمية متاعهم يلوجوا على النجار باش يعملهم اكستنسيون للخزانة متاع البارك، قالك عندهم 18 كاس ما عندهمش وين يحطوهم، قالك كريم بورتمان صغير في العوين حاطين فيه الكيسان يهزوهم الجمعتين هذوما برك. انا اللي عندي القول حميده وانت تعرف. يا بي سيدي خويا نعرفك، انت كي تبدا تحكي ما يسكتك حد. يلا غرابك وينو سيدي خويا انت؟ نعرف عليه، انا اي حاجه نلقاها ما فماش نقول فما شكون هزها، وانت تعرف على شكون يهز. يا بي سيدي خويا مالا غراب ما غير ما تغرغر، نعرف وين نلقاوه الغراب، ان شاء الله مش في العوينه. Sai, escuta!